مجمع مدينة أصيلة كتصادف القافلة الجهوية في أفق استعدادات المجتمع المدني للمؤتمر المتوسطي حول المناخ اللي غادي ينعقد في مدينة طنجة ما بين 18 و 19 يوليوز. إذا هذه القافلة هذه اللي جالت واحد مجموعة ديال المدن على المستوى ديال الجهة اللي كتعرف بالكوب ميد، كتعرف بالدور ديال المجتمع المدني ومدى المساهمة ديالو في السياسات الجهوية المرتبطة بالمناخ وبالتغيرات المناخية، كذلك الترافح مع المسؤولين سواء محليا جهويا ثم متوسطيا. كذلك هذه القافلة كتعرف ماذا ينتظر المغرب من استعدادات في أفق احتضان المملكة المغربية للمؤتمر متعدد الأطراف اللي غادي تنعقد في مدينة مراكش الكوب 22، بالإضافة للقاء اللي تعريفي حول الكويدوز المرتبط بالشباب اللي كتوفر لكم انتم كأطفال فضاء جميل. هي جمعية زيليس للبيئة اللي كينقيو الشاطئ ديال مدينة أصيلة بشكل يومي بشكل تطوعي. تحية خاصة للأطر ديال جمعية ديال زيليس. أهداف مشاركة المجتمع المدني في المؤتمر المتوسطي هي مشاركة أوسع للمنظمات غير الحكومية وشبكات الجمعيات المجتمع المدني جهويا ومحليا ووطنيا ودوليا، أيضا تقوية قدرات المجتمع المدني في ميدان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إحداث فضاء للحوار وتبادل الأفكار بين المجتمع المدني والفاعلين الترابيين والحكوميين، أيضا تشكيل تحالف متوسطي دائم للمجتمع المدني من أجل المناخ ومن أجل المشاكل البيئية التي تعرفها المنطقة. أهداف الجمعية ديالنا هي المحافظة على البيئة والتراث وبالخصوص حماية الساحل. لأن هذه القضية ديال المناخ ماشي فهموا أنها قضية عندها علاقة علمية متخصصة في المناخ. جينا اليوم لمدينة أصيلة في إطار اختتام اليوم الختامي للقافلة الجهوية المنظمة تحت إطار لاماد كوب اللي غادي يكون في مدينة طنجة، وهذه القافلة جينا نعبروا من خلالها على حضور الشباب، حضور الشباب ديال الشباب المغربي والشباب العالمي اللي دعم هذه المبادرات الجمعوية. القافلة عرفت اليوم في مدينة أصيلة ورشة تكوينية حول مختلف أوجه وأدوار المجتمع المدني المحلي وماذا علاقته بالجماعة الترابية، كيف يمكن أن يساهم في إعداد برنامج محلي أو برنامج أو مخطط الجهوي للتنمية، ثم كذلك كيف يمكننا يعني إعطاء قيمة للمبادرات المحلية من خلال الزيارة اللي قامت بها القافلة مجموعة الأحياء ديال مدينة أصيلة، على اعتبار أن مدينة أصيلة كانت سباقة وكانت مبادرة من خلال المبادرات سواء ديال المواطنين أو ديال الجمعيات المحلية أو ديال الجماعات الترابية في خلق واحد الجو بيئي سليم اللي كيساعد الأطفال والشباب والمواطنين الاستفادة من هذه الفضاءات العمومية، خصوصا الحدائق اللي لقينا أن هناك مساحة ديال 150 ألف متر مربع اللي كاينه متواجده في مدينه أصيلة واللي كنقسموها على 30 ألف نسمة اللي كيجي لكل مواطن، كل مواطن 5 متر مربع، وهذا نسبة جد مهمة بالنسبة لنا. إذا كذلك عملية تحسيس والتوعية ديال المواطنين ديال الفاعل السياسي كيف يمكن إدماج يعني مقاربة تشاركية من خلال إعداد واحد ميثاق محلي لحماية البيئة، ليس يعني على المستوى المدينة ولكن كذلك على المسألة ديال المحيط الأطلسي والحفاظ على الثروة السمكية والشعب المرجانية المتواجدة، وكيفيات كذلك يعني مساهمة المواطنين من خلال مجموعة ديال المبادرات، تعميم التجارب الناجحة، تقاسمها مع الآخر، ثم الاستفادة من مختلف التجارب اللي هي على المستوى ديال جهة طنجة والحسيمة اللي تقسمتها معنا القافلة، تقسمتها مع الساكنة، تقسمتها مع الجمعيات. التغيرات المناخية والقضايا البيئية ليست مسألة مرتبطة فقط بالجهة الشمالية اللي كتعقد هذه القافلة، وإنما أيضا لدينا ممثلة عن الجنوب المغربي والتي ستقدم كلمة الأستاذة حدية بنقيشة عن جمعية التراث الحساني. تفضلي، مشكور. وأتمنى من الله العلي القدير
أن تتكلل أشغال المتوسط للمناخ بنجاح والسلام.